السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سياقات الأسبوعي، والتي نناقش فيها الموجة الثانية من جائحة كورونا التي دخلتها البلاد منذ أيام. فمنذ أزيد من أسبوع دخلت البلاد موجة جديدة من الوباء العالمي، عادت الملف إلى واجهة الأحداث. نبحث في هذه الحلقة استراتيجية القطاع الصحي في المرحلة الحالية وتقويم الأداء الحكومي في مواجهة هذه الجائحة بناء على التجربة التي مرت بها البلاد في الموجة الأولى في مواجهة فيروس كورونا. يسعدني أن أناقش الموضوع مع ضيفي الدكتور محمد الأمين والخيري، المدير الجهوي للصحة بولاية نواكشوط الجنوبية، والكاتب الصحفي موسى سمبسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين، أشكركما على قبول الدعوة، كما أرحب بكم مشاهدي الأكارم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج سياقات. دكتور، موريتانيا تدخل موجة جديدة من فيروس كورونا تأخرت نسبيا نظرا لظهورها في أغلب الدول المجاورة. إذا ما عدنا ذاكرة قليلا إلى الوراء والموجة الأولى التي مرت بها البلاد، ما تقويمكم لمستوى استفادتنا من تلك التجربة التي مررنا بها؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. أشكركم على إتاحة الفرصة والاستضافة لكن نتحدث عن هذا المرض اللي أرق العالم كامل، اللي عادوا الحقيقة يواجه عاد فيه موجة جديدة، ظهرت موجة ثانية من فيروس، وراجع إن شاء الله لا تعود سلاما إن شاء الله علينا وعلى المسلمين كاملين. هذا في الحقيقة الموجة الأولى اللي جاتنا كان قاعفم معاون فيها، لأنها الحمد لله جات بصفة صدات لها الدولة بصفة استباقية، حاولت عنها ما تلحق فينا لكن لحقت في البلدان المجاورة، وخلق ذاك الحمد لله بفضل ذيك الجهود والناس كاملة تعاونت عليها. إذن الحمد لله جانا المرض الله بشكل خفيف الحمد لله، وعادوا كثر عندنا الحالات اللي ما عندهم أعراض من الحالات اللي عندهم أعراض، وقل من ذاك من الحالات اللي خطيرة، وبالتالي الحمد لله تجاوزنا ذيك الأزمة وبسلام الحمد لله. مؤخرا نملي ولكن في العالم كامل جاءت الموجة الثانية تقريبا عند شهر أكتوبر، منتصف أكتوبر علينا، ولاحظنا زيادات في الأعراض، وإذا قاع حكما موجة درك مأخذة العالم كامل، تأثري منها الدول الكبرى والدول المجاورة ذا كامل. لكن لحالة فهم تسارع فعلا في وتيرة مثلا انتشار المرض يواجع غير بعد ملي خالق اللي مثلا ما يعرفنا احنا نغفل عنه، هي هذه الإجراءات الاحترازية. الحمد لله يضرك هذه الحملات اللي قيمة بها في ذلك الموجة الأولى أعطاه الحمد لله يعلن المواطن عاد عنده من الوعي اللي قد يحمي راسه ويحمي أسرته ويحمي المجتمع من ثم يحمي المجتمع، وبالتالي ما يلتو يتراخى في ذلك الإجراءات. طيب، خاصة في هذه الفترة الأخيرة اللي ظهروا فيها الأعراض، اللي ظهروا فيها أعراض لعنا خطيرة، وعاد كان أكثر نسبة ضرك انتشار الأعراض الخطيرة من الموجة الأولى. طيب، ما زلنا نجول هذا بشيء من التفاصيل عندما نصل للمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد من الموجة الثانية من فيروس كورونا. الأستاذ موسى سمبسي، من زاوية الصحفي المراقب للمشهد الموريتاني في ضوء الموجة الجديدة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا، ما تقويمك للتعاطي الرسمي الحكومي مع هذه الموجة بناء على تجربتنا السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم فعلا التعاطي مع هذه الموجة الثانية يقبل يعود مختلف شوي عن التعاطي مع الموجة الأولى. الموجة الأولى كانت حكما مفاجئة، رواية جاية قام ضع عن الناس ما تعرف قاع كان جاي جيم والله ما جيم، بعض الدول شاك عنه قاع معزل عن العالم الآخر كامل، ويقد حاشا تماما ما تأخذ لي يغير كل المراقبين والفنيين والأطباء والمعنيين بالشأن الصحي في العالم كامل تنبؤوا بهذه الموجة الثانية، إذا عنها كانت متوقعة. إذا كان من الواجب أن يعودهم بعض الإجراءات الاستباقية تحضير لهذه الموجة اللي لا شك أن كانت الناس كامل تتكلم عنها، وهي ذي جات معناها كانت موقعة، وعنها لابد كانت عندهم زمرة من من من
من من من الامور اللي قط تعود الاجراءات اللي اتخذتها الوزاره ولا السلطات العموميه انتظارا والله زاد من اجل تحشي تحشاو قوه هذه الموجه الثانيه اللي ذكركم الدكتور عنها عادت اكثر حده والله اكثر زاد ضرر هي من الموجه الاولى. حتى ان انا فاجئني عنا نحن مثلا في موريتانيا الاجراءات اسبوع واحد والله قاعد فات بدت الموجه الثانيه في بعض الدول العالم بدأنا احنا نخفف من بعض الاجراءات اللي تحد من انتشار المرض اللي هو دور الحفلات والاجتماعات والقاعات الحفلات تقريبا عادت الحياه تدريجيا الى طبيعتها مع تراجع وهي فات الموجه الثانيه بدات تضرب بعض الدول بدأنا احنا مولينا قبل اجراءات وليونا قبل اجراءات تصعيديه في الاجراءات قبل اجراءات تخفيضيه في وجه موجه ثانيه جايه تدخل بها بركات ظهر من الاسباب ما هي الا السبب الوحيد من الاسباب اللي ارتفعوا فيها عدد الاصابات وخاصه عندنا ما يكفي الموجه الاولى موجه اكثريتها مستورده يعني جايه من الخارج وهذه الموجه في الارقام اللي تعطي الوزاره يوميا يظهر عنها اكثريتها مجتمعيه عنها محليه. طيب دكتور بناء على هذا التصور من صحفي مراقب للمشهد الموريتاني والحقيقة كثر يقولون هذا أنه الإجراءات الرسمية الحكومية تتسم بشيء من الارتباك أو عدم التخطيط في وقت كانت البلاد تسجل فيه تراجعا في عدد الإصابات اليومي كانت الموجة الثانية تضرب الدول المجاورة ولم تكن الحكومة الموريتانية والجانب الرسمي الموريتاني مستعدا أو لنقول على الأقل بناء على ما نشاهده وما يشاهده المراقبون لم تكن هناك إجراءات أو نوع من الاستعداد لهذه الموجة الثانية وربما هذا ما يفسر ما كنتم تقولونه قبل قليل من خطورة لهذه الموجة الثانية أكثر مما كانت تشكله الموجة الأولى لهذا الفيروس. جيد شفت هو بالنسبه هي موجه خطيره في العالم كامل ما هو لا عندنا نحن هون هي حسب الاحصائيات اللي موجوده درك لان الناس جات اللي سبقت لنا كان احنا في الموجه لان ضربتها زاديه ضربه 200 القضيه ان نحن بالنسبه لوزاره الصحه تم دائما على حذر تم دائما متواصلين ذوك الحملات التوعيه وتم دائما فيه نشره يوميه ولو كانت مثلا بعض الاوقات ما تنعلن في وسائل الاعلام غير بعد موجوده وحد جا الوزاره يجبرها لكن دائما حملات لكن هو على مستوى الوزاره جزء من قطاعات حكوميه مشتركه عباره عن لجنه مشكله لمتابعه هذه الوضعيه، هذه اللجنه اجتماعاتها توقفت عندما تراجعت الوضعيه الوبائيه، الحديث عن الاجراءات ومراقبه تنفيذ هذه الاجراءات في الاماكن العموميه وفي الاسواق توقف حتى أنه بعض الإجراءات توقف العمل بها نتحدث عن ما تحدث عنه قبل قليل الأستاذ موسى نتحدث مثلا عن الحفلات عن بقية الإجراءات الأخرى التي تراجع مستوى مراقبة التقيد بها اشتاك دائما ردوه لا على سلوك المجتمع سلوك الناس اللي واضح من يالت يعود فيهم إجراءات والناس عاد تعرفها كامل ويالت تعود متحلي بها كون عن خلق تراخي نتيجه على الحمد لله مضينا الزمن كاع ما جاونا حالات. لكن ما معناها ان ما كان فهم تنسيق بين جميع القطاعات اللي كانت واحده في هذا تم لا مواصل جهدها عن كثب ملي مواصل الحاله في العالم كامل وخاصه الحاله اللي الدول المجاوره في المنطقه. اللي خلق شنو على ان نحن نتيجه على الدوله تبغي لا مثلا ما تثقل حتى على المواطنين ديرهم في الصوره دائما ديرهم في الصوره الوزير تعرف نتكلم ومدارات كلمة دائما يديرهم في الصوره غير ملي ما يبقوا يا الاجراءات يبقوا الاجراءات يعدلوها لا لين تفوت القضيه تعود ماتت وذاك اللي بهم عنهم يبقوا دائما عنهم المواطنين يتموا هم من نفسهم يعودوا المبادره لكن ما يشبه المحاباه دكتور الذي تتحدثون عنه قبل قليل او تتحدثون عنه الان ربما يشكل خطوره على اعتبار انه الدوله تركز على ما يريده المواطن اكثر من
تركيزها على مصلحتي بناء على هذا. لم تفهمني، هذه ليست محاباة، هذا مجال المرض كاع والدواء ما في محاباة، هذه إجراءات احترازية الناس كامل عاد تعرف. قضية تعلنها عند منين بدأت الأرقام تتصاعد في 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 البلاد المجاورة قبلوا وعدلوا استنفار وضاعفوا الجهود اللي كانوا معدين في الولايات، وتم دائما فهم لجنة رقابة اللوبية وتم دائما متواصل كون أعلنهم بعض الاجراءات ما فاتوا عدلوها، ذاك تابع للمواطن، المواطن هو اللي يعطي اسم ذيك الاجراءات اللي تندار فيه. في حاله لكن مستوى تقيد المواطن بالاجراءات يفترض انه الجهات الرسميه هي المسؤوله عن مراقبه تنفيذه له بناء على مراقبتها هي للوضعيه الوبائيه. ايه غير الـ 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 هذه الاجراءات اللي هي ما تعدل في ان واحد، اولا بعد كاع هاي اللي عدلك اكبر نشاط تعرف عنه، اكبر حركيه هي حركه الطلاب وحركه المدارس، وهذو انقفلوا. المرحله الثانيه شني في حاله عن ما تقيدت الناس جعل الكمامات وعدل ملي وعم عاد ما يقدر حد يدخل بلد عمومي ما هو ديار كمامه، وملي الكمامات وضحوا نجاعتهم في التصدي لهذا المرض حتى في البلاد الاخرى كامل كاع اللي فيها الوباء بشكل متين. المساله الثالثه شنو هي اللي نحن ما نبقوا ندخلوها، هي يعني عود في محارة تجوار ولا يعود مكفر بين المدن، هاي درك نحن ما نبقوا نديروا فيها المواطن يكون لين يرغمون المواطن عليها، يرغمون عليها باش لانهم هاي المراحل اللي هي ما يحترمون. نحن اعطانا مولانا عن موريتانيا بدت بخطه استباقيه. ديك الخطه الاستباقيه اللي نقصت عنها المرض في ذيك الفتره هذيك هي، وجاهم من جهه ضعيف وهذا لا من جهود اللي عادت الدوله. درك مالي نفس الشيء، درك لا قبل تم اللي هاي الخطه اللي هي الاستباقيه، لان الحمد لله في الداخل ما تعاد في حالات، كثير الحالات موجوده في نواكشوط، ما يبقوا يقفلوا بين نواكشوط والمدن، هم اللي مازال عندهم امل على المواطنين اللي يستجابوا لهذا كامل، ومازال هم اللي ما فات الحمد لله يلحق بك الخطوره اللي هي مازال مركز ومسيطر عليه، لين الصه ما يلتزموا المواطنين بهذا ويعودوا الكمامات ما تلاقوا يقبضون في الاسواق، مع ان عاد درك فم ردع الحد كامل. داخل السوق بدون كمامه والله حد منهم يخترق من هذه. وهذه النقطه الرئيسيه، انه الاجراءات اللي تقبض الحكومه سواء كانت عبر وزاره الصحه او عبر الداخليه وغيرها هي اجراءات بعديه، انه بناء على تطور الحاله الوبائيه، هي كانت تشاهد تطور سريع للحاله الوبائيه في الدول المجاوره وكان لديها تصور او تخوف انه موريتانيا لا محاله مقبلة على هذه المرحلة، لكن الإجراءات التي اتخذتها مثلا هذه الأيام من فرض للكمامات، فرض للتباعد الاجتماعي في الأسواق، لم تتخذها فيما مضى. هي اتخذتها، هي أولا قلت كما قلت لك عن جميع الإجراءات الاحترازية اللي متناول أي مواطن مره يقدر، لا حد ما عنده باشر الكمامة يقدر يدير حولي يمشي به، غسل اليدين مثلا بالماء والصابون، اي التباعد الاجتماعي، هاي درك الاجراءات قيمتها ما توفى وهي في متناول كل حد. هاي درك كانت دائما سلسله من البرامج التوعيه في جميع القنوات عليها متواصله، بالرغم عن الوباء تراخى وما تلقى موجود، وعاد تمثل هذه سلسله الحلقات اللي للتوعيه متواصله. فهم خلقت ازمه مفاجئه زاديه، درك هذه الموجه الثانيه الطريقه اللي خلقت بها مفاجئه زاديه، لكن في الموجه الاولى ظهرت حالات من المرض امتن تطور من الحالات اللي جبرنا في ثانيا ملي الامراض المزمنه، الناس اللي عندها مثل الامراض المزمنه زاديه كانت اصلا ضعيفه مناعتها، تعرضت لهذا الفيروس لهي طبعا جهه النتيجه متى غير هذا كامل مقبضين الاحتياطات، الوزاره حريصه على انها توفر الاطباء وتوفر الامكانيات في الوقت المناسب وفي البلد المناسب في الجهه المناسبه. اشكرك استاذ موسى سامبسي. هناك من يطرح بعض الاشكالات تتعلق بمستوى تقيد المواطنين بهذه الإجراءات حتى بعد هذه الموجة الثانية، لا يزال هناك من يمتنع عن التقيد بهذه الإجراءات، سواء تعلق الأمر بارتداء الكمامات أو بالتباعد الاجتماعي أو بالتقليل حتى من الحركة إلا لضرورة.
باعتقادك هل هناك ما يفسر هذه الحالة المجتمعية إذا صح التعبير؟ هل هو ضعف في مستوى التوعية، ضعف في الإجراءات المرتبطة بالتوعية، ضعف في إيصال الصورة بمشاهدها أو بأطرها المختلفة؟ أهم شيء من كامل، احنا فعلا الشعب الموريتاني معروف اصلا، عرفوا احنا ارواحنا عن تحلى بشيء من عدم الانضباط، وقد يعود ناتج عن طبيعتنا البدويه، اصلا عايشين في فضاءات مفتوحه فيها الحريه التامه. اذا عندنا دائما ما نختاروا ياسر من القيود، ما نقبلوا ياسر من القيود ينطرحوا لنا، خاصه هذا النوع من القيود اللي هو غير دور السلطات العموميه، هو عنها تقبل إجراءات قبل مثلا يعني تعود ياها ما تفرض الكمامات، تفرضها بإجراءات ردعية، هم تعودهم عقوبة، يعملها سجن نهار، يعملوا غرامة مالية كيف لعدد الدول كاملة اللي عندها المواطنة فيها أكثر تقدم فيها وأكثر سجان فيها المواطنة، كلها قبلت إجراءات ردعية، حد مرق ما ذا كمامة يعدلوا غرامة مالية، بعض المحلات التجارية ممنوع عن الرقاش يعود فيها رواقيش أقل من رقاش للطماط المربعين، بعض الإجراءات غير كلها مصاحبها إجراءات ردعية، يسوى المحلات التجارية عنهم منهم انجبر داخل فيها أكثر من العدد اللي يالطي يدخل فيه عنده عقوبة مالية، واللي هو سوى محلات قاعد المحلات الأخرى قاعد ما يخلقوا، إحنا هون عندنا ياسر من الامور اللي نتحشوا بنا قاعد الامور الاجتماعيه، مجالس العزاء تشوفوا تعاصر فيهم الناس مئات الناس، ولا قد حد يتكلم به لمجلس العزاء اذا عنه ذاك الطابع مثلا ديني هاك والله تقليدي ما قد حد يتكلم فيه، الصلاه الجنازه هون الناس تعاصر فيها، الصلوات الاخرى تعاصر فيها، الاسواق تتعاصر فيهم، لكن التاكسيات ما زالوا يردوا 6 رواقيش و7 رواقيش يوخذوا قدام الشرطيين وقدام الامن كاملين ما فيهم حد يتكلم، في الحاله قاعد عادي يالتهم يتكلموا الى احرف حاله خاصه فيها انتشار الوباء، الباصات والتاكسيات كلهم لها 7 رواقيش من الرواقيش متعاصرين، هذا اللي يتم حالته يسوى الاجراءات القضاء بلا فائده، الا حلاب ناكته فضائل والله زاد لقاج من يقبل إجراءات ويخسرها بروايات أخرى. لكن هذا فيما يتعلق بمستوى التنفيذ الرسمي لما يعلن من إجراءات أو توفير وتوفر آليات التنفيذ ما يعلن من إجراءات، لكن بغض النظر عن هذا الجانب الذي يتحدث البعض عن غيابه، يطرح الكثير من التساؤل عن هذا المستوى من ضعف الوعي الصحي لدى المواطن، خصوصا بعد هناك من يفسر انه الحاله الاولى صحيح لم يكن هناك تطور للوعي الصحي لدى المواطن على اعتبار انه هذه الجائحه جديده على الجميع، لا يدرك الجميع مستوى خطورتها عليه، لكن بعد هذه الجائحة، بعد الموجة الثانية من هذه الجائحة التي دخلتها البلاد ونحن اليوم تقريبا في اليوم العاشر لها، لا يزال كثيرون يمتنعون عن تقيد بهذه الإجراءات. هم قدر من النظرية اللي سائدة حالة في العالم اللي هي نظرية تآمرية، واحدين قاعد ما هو جاد عليهم، واحدين مستخفين متشاكين على الله، رواية معدلينها بعض المخابر يدوروا يبيعوش من لقاح عندهم، والله معدلين من الدول الغربية والله الشرقية دور به عندها مآرب أخرى، واحد ياسر من الموريتانيين قاعد بهم النظرية المؤامراتية ما جاد عليهم قاعد الوباء، واحدين يقولوا عنه قاعد ما هو خالق والله عنه لا روايات نصارى ولا روايات القرب ولا روايات الحكومة، والله واحدين يقولوا عن الحكومة تختار تزيد الأرقام تنفخ الأرقام، هي كانت عبارة دعم خارجي مادي خارجي من بعض الهيئات مانحة. في الحقيقة عن بالرقم من هذه التوعية اللي شد أخبارها الدكتور اللي واحد فيه الحكومة والواحد فيه اللجنة الوطنية، مازال خاص ياسر من الوعي ومن الرقاش بعد قاعد يعود يفهم خطورة الوضع اللي نحن عايشينه، عن هم تحسيسنا مازال خاص وش الواحد فيه له تحسيس تقليدي تباعد اجتماعي يغسل يديك هذا مو كافي، لابد حد يعود حاس هو عنه هو من نفسه عاد قنبلة موقوتة قد شكل خطر لذويه لأبنائه لآباء لأخوته وأخواته الدنيا كاملة وأصحابه، أنه يعود عاس ما هو لا عاس وعلى روحه عاس مولي عليه الناس اللي يبقي كامل يعود عاس عليها، هذا ما فات تدخل في عقليتنا كاملين، أنه يعود عندنا تصرف تلقائي يحمي الفرد ويحمي الآخر من الفرد من نفسه. أشكرك دكتور.
من زاوية فنية بحتة، هذه الموجة الثانية التي تمر بها البلاد والتي يمر بها العالم أجمع، هل هي نسخة متطورة من فيروس كوفيد 19؟ ما هو نفس الفيروس الذي جربناه أو عشناه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. والفيروس الله والفيروس ما سيشيله إلا أنه توف قد يعود مثلا بالزمن، والنتيجة على أن مثلا نحن ساعة قبلناها فات عاد الشتاء خاف، ودرك مع بداية الشتاء دائما يكثروا فيها الأمراض، أمراض خاصة أمراض الجهاز التنفسي، أمراض البرد، أمراض اللي الأجهزة كاملة اللي تأثر على المناعة كيما الإسهالات والروايات اللي أمراض الشتاء كاملين عادوا كانهم مدورين في السياق اللي هو لأنهم هما ذوك أنهم يقدروا يأثروا على هذه المرض اللي هو فعلا الناس كاملة اللي عندهم مثلا أعراض تنفسية مثلا وجاء هذا المرض اللي هو يقدر يأثر عليها ولدها مثلا تعود موجته تعود موجته حادة. وهذا ما يفسر أنه لا شوية نتكلم عن شوية الحالات المجتمعية هذه تعود بعد الناس تعرفها ما تخلعها. حالات مجتمعية هي لا حالات لا هي تعقب تنعرف ما يكبر من قدها، هي لا ما نقدر نقول لها عن حالات وافدة بينهم واحدين كانوا شر الخارج وجاء، ولا نقدر نقولوا عنهم حالات مثلا مخالطين مثلا المرضى كانوا مصابين والله ما بدنا نقول عن المجتمعية به اللي ما زلنا قيد الدراسة في حالتها كان إياك نأكدوا هذه الحالة اللي هي كان لا يتعقب مخالطة لمن به اللي أكيد لا يتعقب تعود لا حالة مخالطة. طيب وهذه أنت لا تعرف وهذه الإجراءات نفسها هذه مرحلة تتمكن من أنها تعرف، هذه مرحلة فات مرينا بها في 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 شهر مارس الماضي، ودارك ندور إن شاء الله هم دينا ما له دارك يجي أسبوع والله ما نعرفوا ذيك الحالات المجتمعية كاملة. طيب بها اللي دارك وكثف دارك التدخل وكثف التدخلات ودار الله. طيب سؤال فني آخر قبل أن أخذ فاصل، هل هناك ما يمكن أن يميز به المشاهد الذي يتابعنا الآن أعراض فيروس كورونا بناء على المعلومات التي تفضلتم بها الآن من أنه يأتي في فصل الشتاء ومعروف أنه في بعض الأمراض تنتشر في هذا الموسم وأعراضها شبيهة بأعراض كورونا، هل هناك ما يمكن أن يميز به المصاب بنزلات برد عادية حمى عادية ما يميزها به عن الإصابة بكورونا؟ شفت هذه الحمت والله باط فيروس كورونا هذا يسبب نوعية من الزكام، ذاك الزكام ما هو يختلف عن الجريب العادي، يختلف عن نزلة البرد العادية، لهاش عنه ملاه يعود حاس بضيق تنفس، يعود ملاه هم اللي ما يشم خاصة تعود عنده حاسية الشم يفقدها ويفقد في بعض الأحيان حاسية الذوق، وجمد الأعراض العادية أعراض نزلة البرد العادية يكشن هي معروفة يقل حمى لك تعب الوهن شيء الأخلاق وشيء الظهر شيء ذي متعب العام هذه أعراض مرة يكح كحياته تعود يابس في أكثر الحالات. مثلاً إلى أعراض اللي هي حد من المواطن يجبرها يالطو يعرض رأسه على الطبيب، هذه ضرر كتير قائد يالطو تعدل بها شصة به اللي هذه ضرر يالطو تعدل في الفترة العادية في حالة إنه هو هذا حس بالأعراض اللي هي اللي ما يكيف أعراض البراك العادية الأعراض اللي قلت لك يالطو يتصل على احنا عندنا ارقام الفرق كامل المداومه في 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 مستشفيات في المستشفيات وفي المقاطعات في الاطباب هذه الاطباب المقاطعات وحتى النقاط الصحيه مراكز صحيه والنقاط الصحيه اذا يتصل بهم لهي مش في حد شور دار يعدل له الفحص ولهي يلزمه بانه يهنف داره لين تاخذ النتيجه خالق فحص سريع قاعد لين يقبضوا خلال شمال الحق 7 دقائق ولا ذاك درته خلال نتيجته الله 5 دقائق قاعد لين خلال نتيجته يعرف إذا كانوا مصاب ولا ما مصاب. في حالة إنه ما هو مصاب لين قال له تقيد قاعد في بيتك وحاني يك الفترة اللي جاتك يك اللي قدو الأعراض يظهروا فيها 7 إلى 15 في حالة إنك مصاب لين تنقبض ينتشبيك شهر المنشأة الصحية ولا يعدل لك فحص متأني. لكن الفحص المتأني هو اللي نتيجته اللهم عليك معولي مؤكدة به اللي له نعت أجزاء من الفيروس في 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 العينة هاي اللي تنقبض من الخنافر. إلين يعود الفحص الموجب إلين يعود عنده ما عنده أعراض لا يلزمه بأنه يتقيد بالوقاية اللي يعطي عدل ويتم متابع أي عرض جاه يعطي يداوى. الحجز الذاتي. الحجز الذاتي.
هذا بركه لا ما زالت الحاله عاديه، ما زلنا تاكرين عن المواطنين عنهم لا يتموا متهمين القضيه وفاتوا عاد عندهم بقاش الناس كامل برك. ما تسوى الحد في البلديه ما قال لك انه يعرف اعراض كورونا وانه كبير اللي بدوام من سماعيه في الاذاعه وفي التلفزيون وفي بعض اللي شد الاخبار قاعد صارت العادي. معناها انه ليه ما يتقيد بهذه المسائل اللي هو يعرفها ما تلا مسامح مثلا ويك الساعه كيف قال لكم صحابي على انه ديك الساعه الناس ما كانت تعرفه وكانت تزيد على هذا كامل يغرر كبير الناس كامل عاد تعرفه ما تلحد مصوف معناها انه لين يعود عندي الحالات هذيا وخاصه مولي لين يعود في الفئه اللي عندها خطوره يقول فيها شنو هي الناس اللي زايد اعمارها على 65 الناس اللي عندها امراض مزمنه شنو هي كيف امراض الصدر وكيف امراض القلب وكيف امراض الشرايين وهذا والله مثلا والله تصفي والله عنده مشاكل باطن اللي الامراض اللي مزمنه ذيك درك تنقبض بعين الاعتبار ويالتها يعجل في الفحص يعدل له وفي حاله انها موجبه يعطي تنكرت في الطبي لين معناها انه نحن حالا في المرحله الحاليه لا يخضع احد او الحكومه ليست لديها مراكز للحجز فقط من اصحاب الحالات الخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة يحجزون في المستشفيات والبقية يطلب منهم أن يمكثوا في بيوتهم في حالة حد شخص عنده المرض وعاد ما عنده أعراض وهي دي ياسر الحمد لله إن ضاقت خلص الإحصائيات اليوم عندنا اليوم ضاق فيه 7835 حالة شفاء وفم 1234 حالة بدون أعراض. دي الحالات اللي بدون اعراض هي اللي نطلب منها انها تتقيد في زيارتها هنا في ديارها ياك ما تعدي الناس ونعرف تنقبل لائحه بالمخالطين لها ويتابعوا وفهم فرق متابعتهم فهم فرق كل مقاطعه من موريتان فيها فرق متابعين. شوف اللجنه ياك تعرفوها تتكون من طبيب وتتكون من ذاك الطبيب متابعه طبيب رئيسي ومعاه مخبريين لاخذ العينات ومعاهم طبيب هذا ممرض ومعاهم سيارة اسعاف هذا في كل مستشفى هذا في كل مقاطعة درك مثلا عند هاي الفرقة اللي متكفلة بهاي الحالات كان سواء كانت حالات دون اعراض سواء كانت حالات باعراض وكلهم اللي عنده بروتوكول خاص به دي الناس اللي مثلا بدون اعراض لا يتابع في الدار ولا ينعرف يظهر عنده عرض لا يجي للطب وتعاين دي الناس اللي مثلا عنده اعراض كيف قلت وداخل اصلا في الفئة اللي فئة الخطر هاي درك لا هي تتابع شور المستشفى وهون عندنا مراكز المستشفيات هون نفس النظام اللي كنا معدين في أوج الأزمة هو اللي درك بدنا نعدل درك. طيب إذا مشاهدينا الكرام يبقوا معنا بعد فاصل قصير نواصل النقاش في هذه الحلقة من برنامج السياقات التي نخصصها للحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي دخلتها البلاد منذ أزيد من أسبوع. لا تذهبوا بعيدا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج السياقات التي نخصصها للحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تمر بها البلاد
وأناقش الموضوع مع ضيفي الدكتور محمد الأمين الخير المدير الجهوي للصحة بولاية نواكشوط الجنوبية والكاتب الصحفي موسى صنبسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين مرة أخرى، وأرحب بكم مشاهدي الكرام من جديد. أستاذ موسى، جائحة كورونا لا تقتصر خطورتها أو آثارها على الجانب الصحي، هي لها أبعاد مختلفة متعددة، اجتماعية اقتصادية وغيرها. التعاطي الحكومي في الأبعاد الأخرى غير الصحية الاجتماعية والاقتصادية التي ألقت بظلالها ولا تزال تأثيراتها مستمرة على الجميع، ما تقويمك لها؟ فعلا هي جائحة كورونا ياسر من الناس قاعد اللي درسوا الفات خلق من المرض يراوا عنه آثاره الاقتصادية أطم هي من آثاره الصحية بحت، به اللي هم ركود في العالم كامل، الاقتصاد العالمي كامل شهد موجة ركود اقتصادي، بعض الاقتصاديين يروا عنها لابد من سنوات من أجل استرجاع اللي خسر كامل من النمو، نقاط اللي خسرت من النمو عنها لابد من سنوات ياكي قد حد يسترجعها. هون في موريتانيا الحكومة الموريتانية قبلت بعض الإجراءات، دكتور عاد في اللجنة الوزارية والله زاد اللجنة اللي متابعة بعض الإجراءات اللي إجراءات لا مثلا إجراءات استعجالية فقط، ما هي رواية لا تمشي على طول المدى. مثلا ذيك القلافات المالية اللي وزعت على بعض الأسر ذات الاحتياج على عموم التراب الوطني، ذيك السلات الغذائية اللي وزعت هنا خلال شهر رمضان والله زاد خلال ذيك الشهر اللي كانت فيه الموجة حادة وكان فيه منع التجوال وكانت الناس ياسر منها اللي ما عنده باش قد يتقذى من مدخر ادخاره مكنتوا ذيك السلات الغذائية اللي تخطى على الأقل ذيك الموجات. كان هذه حلول ظرفية، حلول ما هي على طول المدى، ما تمشي مع المواطن على طول المدى. هناك قطاعات، بعض القطاعات اللي فعلا تضرر كثيرا من هذه الموجة من هذا المرض، خاصة قطاع النقل الجوي مثلا، قطاع السياحة، الفنادق مثلا. جل الفنادق في موريتانيا حالا في حالة نتاج الفيت، حكم القالقين منهم هو قالق لا فاتح ويفونكسيوني بالخسارة، يخدم بالخسارة اللي هم الفنادق والنزول السياحية. قطاع الفندقة وقطاع المطاعم هو من آخر تضرر كثيرا من هذه الموجة. قطاعات أخرى كيف الصحافة، كيف التجارة بصفة عامة، كل القطاعات. بعض الدول قبل إجراءات دعم لهذه القطاعات كلها، هو في موريتانيا ذاك الدعم مازال خاص وياسر. طيب بناء على هذا، هل يمكننا أن نتحدث عما حققناه سواء في البعد الرسمي وما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الرسمية لمواجهة آثار الجائحة، أو ما يتعلق باستفادة المجتمع فيما يتعلق بتطوير وعيه الصحي وثقافة الصحية؟ هل هناك ما يمكننا أن نتحدث عنه في هذين البعدين؟ في البعد الأخير تطوير المجتمع قطعا لا يعود العاد دراس ولا زاد الدار الجوية للصحة قعدت بعض الدراسات لا يتعود لاحظت كيف لاحظنا احنا دمانيار أمبيريك من صفة ارتجالية عن بعض الأمراض اللي كانت كثيرة في موريتانيا تراجعت به الإجراءات الوقائية اللي عاد قبل الناس عاد تغسل يديها، عاد تكثر صقلة، عاد تكثر يعس. إذا عن الإسهال الأطفال لا يعود خاصة، وياسر من ذلك الأمراض الأخرى اللي كانت اللي جاي عن ذلك سلوك نحن اللي طورنا على ضوء هذه الجائحة لا يعودوا تكسوا كاملين. من ناحية الاجتماعية فعلا هم وعي ينحس به حد متابع هو ذاك لبو من لبو شن قالوا نبض المجتمع حالا، هو الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي وحد متابعهم ذاك يعرف عنهم وعي جديد للمواطن، هم حس جديد للمواطن الموريتاني، هم إرادة جديدة الأخذ ياسر من المبادرات اللي ما كان موجود، الاتكال اللي كان على الخارج في ياسر من الأمور، يعني يالتعود نحن عندنا اكتفاء ذاتي في ياسر من
أمورنا اللي نحتاج لها، احتياجاتنا اللي ضرورية، هذا كامل ناتج عن موجة من اللي نقولوا عنها فيها دي بوين بوزيتيف، فيها نقاط إيجابية في وجود هذه الموجة، وجود هذا المرض الجائحة عنها لا تطورت فينا بعض الأمور منها هذا اللي تثبت لك البركات. شكرا دكتور. الحالة أو الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد إذا ما قارناها في مستوى خطورتها بالمرحلة التي مرت بها البلاد في الأشهر الأولى من العام الحالي أو في منتصفه، كانت الحكومة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها فرض حظر تجوال، منها غلق المدن، لكنها في المرحلة الحالية لا تزال تقتصر في الإجراءات على فرض ارتداء الكمامات في الأسواق والأماكن العامة وسيارات الأجرة. هل هناك معايير محددة بناء عليها تتخذ الحكومة أو تتخذ اللجنة الوزارية تلك الإجراءات؟ نتحدث عن غلق المدن، نتحدث عن فرض حظر جوي وغلق الأسواق وغيره. شفت كما قلت لك هذه المراحل لا مرحلية، كامل لا المراحل. أولا بعد قاع ظروف ما هي واحدة، ظروف الموجة الأولى والموجة الثانية ما هي واحدة، وإدراك لها المواطن هم اللي يختلف، اللي كانت رواية جديدة عليه ودارك عادي يعرفها وعادي يعطي يتعامل معها بطريقة أخرى. كون عن الدولة مثلا قابضة المسالي بيل تعرف كما قال لك خطورتها على الاقتصاد البلد، وخطورتها على ياسر من الناس اللي مثلا سببت له مشاكل وسببت له قاعد الناس في العالم كامل. زي قد يعدل لها بصفة تدريجية إلين مثلا لا قدر الله ينزادوا الحالات وعود هم اللي موجودين في بريدات متفرقه من البلد بشكل مكثف، ديك الساعه لابد مثلا عندنا خيار في قضيه الكفير بين المدن بحسب وبائيه المدينه اللي فيها المرض. اذا مثلا لا قدر الله تعود مثلا بليده مثلا ما فيها درك الدوله درك قبل احتياطاتها في انها تعدل في جميع المدن مراكز للرد على هذه الأزمة. لكن هي المدن الموريتانية نفسها يختلف مستوى استعدادها وتطور البنية التحتية فيها الصحية، هنا نتحدث مثلا مدينة نواكشوط التي تعتبر الحالات التي تسجل أغلبها في مقاطعات وفي ولايات نواكشوط، لماذا لا يتم غلقها في وجه المسافرين من الولايات الداخلية التي أو غلقها في وجه المسافرين خارجها؟ لأنه الوضعية أو البنية التحتية الصحية في الداخل لا يمكن مقارنتها بنواكشوط، وبالتالي عندما تتطور الوضعية الوبائية خارج العاصمة يكون الوضع تقريبا خارج عن السيطرة. اشت ما دام في نواكشوط يتم السيطرة عليه، هي اللي أكثر هون المشاعر الصحية وأكثر مثلا الأخصائيين وأكثر الناس اللي مثلا تقد تقاوم بشكل جيد إلى قدر الله. يا غير قاع هذا عنده لجنة وزارية مكلفة به تدرس هي دائما المسائل بحسب وتحاول دائما تعدل إجراءات استباقية. نحن وراك رياضة نطمنوا أن الحمد لله ما فاتنا عندنا مرحلة تقفيل المدن، بندير الوضعية مازالت قادة. وبالتالي نحن هون نسولوا عن ذيك الحالة الوبائية اللي ننتقل حقها الوضعية الصحية، عود فعلا عاد هناك ضرورة لإغلاق المدن، لأنه نحن اليوم في تسارع كبير لتسجيل الحالات اليومية، انتقلنا من تسجيل عشرات إلى أزيد من 170 و180 حالة، وتطور كبير أيضا في الوضعية الوبائية والمحجوزين نظرا لتطور حالتهم المحجوزين الصحية. المحجوزين غير هذا كامل يخرص فيه نوعية شيء، هو درك الانتقال بين المدن معنيين به، خاصة السواق مثلا اللي ماشيين بالباصات اللي ترفد الناس كان مش مضطرطة إلى ذيك الباصات تقبل احتياطاتها وفاتوا عدة الأول، كل وسيلة من وسائل الاختلاط والله وسائل اللي مثلا قد تسبب مشكلة فاتوا قبلوا فيه إجراءات معروفة، فاتوا قبلوا إجراءات في السيارات اللي تركب فيها الناس عندها حد معين من الركاب، فاتوا قبلوا إجراءات عن السواق عن مسافرين كاملات معدلوا كمامات، قبلوا إجراءات على السيارة ما تمشي بحمولة مثلا كبيرة ولا تعد وتمشي لا بصفة عدد ركاب محدد قبل إجراءات أعلن جميع فم شبكة بين 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 الولايات ترصد جميع الحالات مازالت قاع مازالت لا مثلا عند أعراض بسيطة ولا لازم قاع نتعود كوفيد بيمولي وبدد وعدل تعميم
اللي ينقاد الفحوص خاصة حتى قاعد الفحوص بي سي ار اللي خاصة منها وعدل تعميم جميع ذاك المقاطعات ترك فيها موجودة فيها مقاطعات مكشوطة وجميع مقاطعات جميع مقاطعات الوطن مقاطعات الوطن فيها كامل عندهم كامل البي سي ار وكلهم اللي قد فحصي قد يعدلون قد يعدلوك في الداخل معناها عندي احتياطات انقبضت من الناحية الصحية من الناحية الاجتماعية فم مساي تفاد هي اللي مشاركة مع الدولة لانها ما تقفل على الناس قفلات عرفية لانها مثلا انها عنها عن القفل ما هي تعطي نتيجة كبيرة لو المسألة تتحرى فم لجنة من مختلف القطاعات عاكفة على الموضوع ده شكرا لدى الوقت المناسب إياك تعد طيب شكرا أستاذ موسى بناء على هذا الإجراءات الرسمية المتخذة البعض ينتقد مستوى السرعة في تنفيذ هذه الإجراءات ويقول إنها متباطئة إذا لم تكن بعدية نظرا لتطور الوضعية الوبائية باعتقادك وكصحفي مراقب للوضع ما المطلوب الآن في هذه المرحلة ثم هل تكفي فعلا هذه الإجراءات فرض ارتداء الكمامة في الأسواق والأماكن العامة مراقبة الأسواق ومراقبة مستوى التقيد بهذه الإجراءات فعلا شفت ظاهر لي عن حد السلطات العمومية حد عنده القرار ياك يقبل قرار صايب لابد عنده المعلومات الصحيحة الدقيقة وهذا ظاهر لي عنا حتى الآن نفتقد لهذه المعلومة ظاهر لي عن اللجنة الوزارية والمسؤولين في وزارة الصحة اليوم ما عندهم تصور واقعي وفعلي عن الوضعية الوبائية كيف عنا اتفق معك الدواء حلف طيب شكرا دكتور جستمر قعدت واحدة فيه لابد أن تعدل مثلا مسح عشوائي ياك تعرف هي عدد المواطنين اللي هو ذاك الأرقام اللي تعطي الوزارة كل يوم فيهم مثلا رقم مرتفع تفرق زينة الناس شاكة عن تفرق زينة عن أكثر في المرض من به اللي تفرق زينة يعدوا أكثر من فحوص به اللي أكثرهم لا يعود مسافر ياسرهم مسافرين وياسرهم عنده وسيلة قد يخلص 25 ألف وياك يعد الفحص يعاد مسافر عند تفرق زينة في هذا كامل الناس كامل غير هذا عيني على عنا مثلا هالتيات والله العرفات والله الدار ناعين هذا ما جات الوزارة قبلت 100 لقاش عشوائية في الشارع والله في السوق وعدت لهم فحص تعرف بعد قاع هي مستوى انتشار المرض في الناس اللي ما فيها اعراض قاع ولا جات للطب والله ما هي واقفه للطب والله ما جات والله شنبت ديك مرحله ديك يعرف بالله الاختصاص استاذ يعرف بالله الاختصاص دراسه بسيطه عدلوها الدول كامله يعني مرحله الوباء دكتور هاي دراسه عدلوها الدول كامله كلهم قبل عشوائيا استاذ موسى بناء على ياك يعرف قاع هو عدد المواطنين اللي فيهم احتمال نسبي النسبة اللي تعود فيها احتمال تعود متخلطة مع المرض لكن بناء على هذا المطلوب الآن في هذه المرحلة باعتقادك ما هو ثم هل تكفي هذه الإجراءات اللي مقبوضة الآن اللي اليوم وزير الداخلية زار بعض الأسواق هناك إجراءات لفرض ارتداء الكمامة في الأسواق وسيارات الأجرة الإجراءات المقبوضة الآن هل تكفي لمواجهة التطور السريع للموجة الثانية وما المطلوب باعتقادي؟ أبداً المطلوب قلت لك عن الإجراءات اللي مقبولة حالاً ما هي كافية والعدل أن تمون حان الإجراءات كنا يعطون عدو بعضناهم مع حد أن المرض فينا 5 حالات ولا 6 حالات ولا 10 حالات إياك متفدا وينزاد علينا لين تمون حان ولين فوت الحق 176 والحق 200 والحق 300 نقول لها نقبض إجراءات لك ساعة ما تنقبض إجراءات وقال تفضل بي الدكتور قبيل عنهم هم اللي يجبروا لقاش حالة بوزيتيف عنهم تلاقوا يسولوا عن مخالطينها ما عندهم قاع من الطواقم البشرية باش يستوعبوا مخالطين لقاش واحد بيلي نحن هون موريتانيا مازلنا عندنا حركية مرتفعة جدا لقاش واحد يجبر 30 لقاش 40 لقاش يوميا يتخالط معهم ما حسبت صرته هو خاصة اللي يمشون واللي يجبر الواقج الخرين ويجبر الواقج الخرين معناها عندنا قاع من الناحية نحن قالب لنا ضبطوا دي رواية دي الناس الأخرى كاملة في الدول كاملة كلهم قد يضبطين نقول هذا فلان معناه أنه خالط يزبر فلان وفلان وفلان نحن هم مثلا نعدل نحاولوا عنا نعدلوا الشيء غير ما هو الشيء قبال جدي والله ما هو الشيء قبال ذوك ولا يعطيه وكله عندنا أنت منحان وكيف قلت قبيل الإجراءات ما هي إجراءات استباقية إجراءات بعدية أنت منحان ولين يتفاقم المرض ويكثر وينزاد علينا حدنا تلاقوا نقبل إجراءات الإجراءات إجراءات احترازية
احترازيه معناها قبليه تنقبل قبل يعود الاجاج فاتنقع في الروايه اللي فوتين قاع في ذيك على الروايه اخرى اللي معنا جهه لا الحد تماما من الحركيه والتباعد اجراءات التباعد اللي معروفه كامله عاد معروفه في العالم كامل. طيب شكرا دكتور. هذه النقطه عادتنا الى نقطه سابقه ناقشناها في الجزء الاول من هذه الحلقه تتعلق بما يصفه البعض بحاله الارتباك او الارتجاليه في اتخاذ القرارات. الوضعية الوبائية الحالية عندما نقارنها بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الموجة الأولى كان هناك حجز أو توفير أماكن لحجز المصابين في المراحل الأولى لهذه للموجة الأولى من هذا الفيروس، لكن في الموجة الحالية ليس هناك حديث حتى عن المصابين وعن أماكن حجز، وليس هناك حديث عن إجراء الفحوص في المنازل. كل هذه الإجراءات التي كان يتم اتخاذها أو تم اتخاذها في الموجة الأولى من هذا الفيروس غابت في المرحلة الحالية، وبالتالي ارتفع سهم الحديث عن حالة الارتباك والارتجالية في اتخاذ القرارات. شفت في الحالة اللي مثلا اقترح أستاذ موسى أستاذ أنا واهل يعني أنهم شفت بالنسبة للخطط اللي تعدل كون مثلا تنقبل عينة من الناس ويعدل مسح وهذا، هذه مرحلة في الوبائية ما هو كل حد يعرف فيه ولا كل حد معني بها، هذه معنيين بها الأطباء اللي واحدين في هذا اللي هو ويحانوا الوقت المناسب لذلك بها اللي أنت تعدل مرحلة القضاء على 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 على, 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 على الوباء القضاء علي. إحنا ما لنا مرحلة القضاء علي، إحنا ما زلنا مرحلة الرقابة بعد قاعد ما زلنا مرحلة الحالات مازالوا خالقين. ديك المرحلة اللي نعود نجمعوا الناس اللي نجوهم مباشرة في بريده ونقول بسم الله إلا كلكم لا ينيشون، لكن هذه الحالة تمكن الدولة وتمكن الجهات الرسمية وقطاع الصحة اللي هو متابع الوضعية الوبائية من الاطلاع على حقيقة مستوى انتشار الوباء، لأنه هذه الموجة الحالية الكثيرون كان يتحدثون عن وجودها، كان هناك الكثير حديث عن حمى منتشرة في مقاطعات العاصمة، ثم كيف يفسر قطاع الصحة انتشار الجائحة في مقاطعة أو في ولاية محددة من العاصمة دون أن يصل إلى بقية الولايات أو بقية ولايات العاصمة ومقاطعاتها؟ هذه اللي هيك تعرف عليه الحمد لله مازال عنه الأمثال مسيطر عليه اللي هي مقاطعة أو الصورة ليست كاملة لدى قطاع الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى. إذا هي مقاطعة قبل مثال مقاطعة تفرغ زين والله المواشط الغربي هي يسجلوا فيها الحالات ب 100 وش يمو شو 50 وشو 70 الولاية اللي بزرها جنوبية والله الشمالية يسجل فيهم الأعداد عادية، ما معناهاش وهنا هذا منطقي، لكن هذا منطقي أستاذ لكن دكتور أستاذ موسى عفوا الفحوص مهمة يعدل غير يعدل، هل هذه الصورة بوضعيتها الحالية منطقية بالنسبة لكم أن يكون الوباء منتشرا في مقاطعة أو في ولاية محددة والولايات المجاورة لها تسجل حالات قليلة جدا؟ ما هو نتيجة أنها ما عند الفحوص؟ نتيجة الإقبال الناس اللي عند الأعراض، هو حد جي كامل عنده عرض لا ينقبل منه، وبالتالي الصورة ليست صورة انتشار الفيروس ليست بذاك المستوى من الوضوح أو الاطلاع عليها على أبعادها المختلفة على الأقل بالنسبة لكم في قطاع الصحة. أنا قلت لك بداية الحديث عن مازال عند الحالات المجتمعية معناها أنه مازال عند شمل العمل اللي نعدلوه غير ما معناها أنه تحت السيطرة، هو عمل ميداني وعمل مراحل معينة. هذه المرحلة اللي نحن نراك فيها مرحلة كنترول رقابة لحالة معينة موجة ثانية جايتنا حد كامل عنده اعراض لا يجينا لا ينسجلوا ولا ينسجلوا مخالطين، نفس الاجراءات كانوا عندنا عدلوا بدارك متباركين معهم عدلوا مواصلينهم. عندنا اولا تجربه وعندنا ثانيا اللي الطواقم منهم من اللي لفتنا عدنا نعرفه اللي يخلق شنو؟ اللي يخلق علينا عيا بعض الناس ما يبقى يمشي توش ورطه يجبر اعراض ويقول هذه يقول لا ابو بريك والله لا مثلا لا نازل عادي ولا انت مقعد اذا انت تفاقم قضيته يعود يجينا احنا لا ما عنده هذا ربما نتيجه لانه ما يتابعه هذا ربما نتيجه لانه ما يتابعه خصوصا من قطاع الصحه اربكه، تارة يطلب منه ان يذهب للمستشفيات لاجراء الفحوص ومتابعه وضعيته عند اي شعور بالمرض، وتارة يطلب منه المكوث في المنازل وعدم الذهاب للمستشفيات لانها ربما تشكل خطورة على 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 نفسه. شفت نحن ما نطلب من حد عن نقيس مستشفى، احنا حد جانا حسب حالته، لين تعود حالته تقتضى على انه يا حد يجي في الدار يجي في الدار، لين تعود حالته تقتضى على انه
يقدر يداوي الاعراض اللي عنده بسيط انه قد ينحجز ما مثلا في 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 مركز صحي عادي تعدل له لين يعود حالته ملي تطلب انه قسم من العنايه من المراكز ما يتعدل هذا كامل مراحل ولا ملي ما يعرفوا يكون الناس اللي ميداني الواحده فيه خالق ياسر من الشائعات وخالق ياسر من المسائل اللي افتراضيته يقول احد قال ما عن وعي بالقضيه اللي عندك احنا راك مثلا في الحاله اللي احنا عندنا مرضى فيمشي في, في, في في الحالات في المستشفيات وفي مش تباركون عدلوا مسح عشوائي وظن عدلوا بلا معنى احنا اللي جالسين نعدلوا لان اي حد درك حس بالراكه جالسين نعدلوا تيست لان اللي عنده المرض في حاله انك تيست نيجاتيف هو اللي تعود له بالراكه عادي وشو درك خالق راك ملاريا ماشي وخالق ظنك ماشي وخالق ولا باطق في العاديه ماشي خالق خالق ياسر من المرض اللي متشابهه العرض ولا لازم انا تعود معنا عندنا حد عدلنا الفحص وعاد نيجاتيف لا نقول له التزم وتوفي لعله يتفاق لعله يجوا على رزق غير ما نازل أنا عن القطاع الصحة والجهات الحكومية في المرحلة الحالية تعتمد على وعي المواطن أو تعتمد على التجربة التي مرت بها البلاد في الجولة الأولى من هذا من حربها ضد هذا الفيروس تعتمد على وعي المواطن الصحي لا توفر أماكن لحجز المصابين لا توفر كيف لا توفر أماكن إحنا ما عندنا إحنا جميع المراكز هذه الأعداد طيب دكتور هذه الأعداد التي تسجل يوميا هل توفر لها أماكن للحجر هذه اللي منها حالته خطيرة لا 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 يعدل له حيز في الطب واللي منها عنده أعراض خفيفة لا يمل يعدل له حيز في المركز الصحي لين يتعافى واللي منها قاعد ما عنده أعراض لا يراقب ملي ذيك مراقب يوميا بحالته درجة حرارته مخالطين له كامل مراقب اللي هي الوضعيه تعد في انتظار على ان مثلا لقاح به اللي المرض اللي عنده من الدول لا لقاح طيب هذه النقطه قبل ان انتقل الى موسى لانه تقريبا وقت الحلقه انتهى بما انه الحديث قادنا الى اللقاح في الدول المجاوره هناك حديث عن اقتناء اللقاح لهذا للفيروس اين موريتانيا في هذه المرحله ومستوى تعاونها وتنسيقها مع منظمه الصحه العالميه في هذا الاطار موريتانيا متابعه عن كثب اللي يحدث في العالم كامل متابع اللقاح والوقت المناسب للدور الجيب الموريتان كيف 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 شكلها من الدول طيب ماي من الدول مثلا عندها مثلا امكانيات هايله تجي قابله طيب هذه المتابعه يلا تجرب سابقا زين فيها تحاني بعد قاعدين يجرب لكن اللي حال في الفتره المناسبه نقول لك عني الدور الموريتاني يجي هذاك اللقاح اللي نعود ان شاء الله يقول فيه الخير ويعد الفيروسات ما حد هامه عنه يقضي عليهم ما هو باللقاحات ما هم بيدي شو ما هم يقضي عليهم طيب شوف هذه الازمات هذاك طيب هذا الجدري مثلا وهذه الحصبه وهذه اذا كان نقضي عليه لا باللقاحات طيب وهذه الاجراءات الرسميه منين لاحقه فيما يتعلق باقتناء هذا اللقاح متواصله تم تنسيق محكم يوميا بين 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 ممثل منظمه الصحه العالميه هون هو الوزير وكل مستوى عنده منس قبيناته والوقت اللي ان شاء الله جبرت الدوله فرصه الدور تجيب اللقاح وتوفره غير بعد قاعد اللقاح مازال قيد بعد قاعد ايضا الازمه ما هذاك عام هي الازمه في نهايه ديسمبر عام الاول بدت في الصين ملي جهات احنا لا في مارس ولا انا عن هاي لا استشرى سبعه من من من, من وانا بعد حسب اللي اني متفائل لكن المتوفر من المعلومات دكتور قبل ان نختم لانه الوقت انتهى المتوفر من المعلومات عن هذا اللقاح بالنسبه لموريتان مستوى تنسيقها مع منظمة الصحة منين لاحق فيما يتعلق باقتناء هذا اللقاح بشكل مختصر اللي قلت لك على انه الموريتان عنها تابعته وعن الوقت اللي عاد يارتجي هون الدور تجيبه كيف المغرب كيف السنغال وكيف مالي كيف دول المجاور الوقت اللي عاد يارتجي عود هون وعاد بالسعر اللي معقول وعاد قاد يجبر دور تجبر موريتان طيب ورك نحن الحمد لله ما عندنا كيف الدول اللي تسجل 250 ألف من 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 الحالات وتسجل 2000 من الوفاة لا الحمد لله عادي عندنا لا الأعراض اللي فعلا هاي الموجة الثانية خلقوا فيها حالات قد يعودوا صادفوا مع ناس وتوفى عندهم أمراض مزمنة والله عندهم مشاكل غير بعد على كل حال هم يذوق ذلك دواهم قاع ما هو اللقاح دواهم حد يداوي عنهم الأعراض اللي نخفف حالة دكتور أستاذ مسافي كلمة أخيرة لأنه وقت الحلقة انتهى نشرة قريبة جدا في دقيقة كيف أو ما المطلوب الآن رسميا وشعبيا كيف 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 ما تفضل الدكتور هو فعلا أنا عرفنا عن الإجراءات الإدارية ما هي كافية ما نحن ملتزمين قاع بها نحن كمواطنين
والدولة اللي ما هي قابضة منهم الكافية قد قد نمحو بهم انتشار هذا المرض. هو فعلا المرض قد 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 ينقضى عليه من دون اللقاح، غير لابد من إجراءات صارمة وقائية احترازية نكسر سلسلة انتقال الفيروس حتى عنه لنفوت تلك الفترة اللي معروفة سوني كيباسيون ما انتقل منها الفرد أنه يمشي عنا شوية. ذلك مطلوب عنا قبل إجراءات حضروا على الأقل في هذه اللقاحات. ما شفنا الشيء ذوك وإجراء قبل ذوك هو رسمي انقبض كيف الدول كاملة الأخرى اللي كلفات قبل نقاشات وقت واحدين دخلوا مفاوضات مع المخابر ومع الدول اللي معدلته كيف الصين كيف روسيا كيف المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نحن مثلنا الحامل. أشكرك. بذلك مشاهدينا الكرام نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج سياقات. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الدكتور محمد رمين الخيري المدير الجهوي للصحة بولاية نواكشوط الجنوبية والكاتب الصحفي موسى سمبسي. أشكركم أنتم على متابعة هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من سياقات، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. شكرا وإلى اللقاء.